بسم الله الله أكبر كبير سبحانه بكرة واصيلة. آية 67 من سورة يونس عليه السلام: هو الذي أي الله جعل لكم الليل يعني حمكم بنعمه، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. وده سر علاش الليل فيه كل ما يلزم لتسهيل السكون خاصة النوم. اليوم ولا ممنوع أغلبية الناس السكون في النوم أو حتى أخذ جزء بسيط من النوم، كلهم قلقون، كلهم في هول وفزع، كلهم إبليس يعمل عولق فيهم ما خلى واحد منهم غير قلق. وحنا قلنا يوم من الأيام سنصيفونكم ببعض مظاهر القلق الظاهر والباطن إن شاء الله ربي يسهل في القريب العاجل. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. ودرس هنا ما وصلت إليه البحوث فيما يخص الليل وخصائص الليل وما يحدث في الليل من إجرام سواء كان القتل أو الغدر أو في الإحرام الجنسية. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. لا شيء ضوء يأتي إلى الشمس والدب لا غير ممكن أن يبصر اللي يلزمه الإبصار في على طول النهار. والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات كل ما ذكر قالك ربي كل بلان دوسين إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. تسمع الرعد كما تو في وطن الطنان في هو في هو لزيكلار هاو أنا نشوفه تو. هو الذي جعل لكم الليلة لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا، هذا من اليهود والنصارى متفقين بالكذب على الله. الله واحد، الله الخالق، ولا واحد يمشي هذا عزير ولا سيدنا عيسى عليه السلام ويلقى منه جواب يكون إلا من الله، لأنه الحاكم الوحيد اللي حكمه فاعل هو الله. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، يعني ربي تعالى عن أن يأخذ صاحبة أو ابنا. قالوا اتخذوا هنا الفيلياسيون كيفاش يجي الابن من الأب وكيفاش الأب يزمو يضاجع الأم. رد سيدة البتول مريم عليه السلام ردوها هي أم الرب شكون عيسى من الكل ينبعوا جيزوس هم أكذب الناس. والغريب أن أغلب الناس يصدقون هؤلاء الكذابين الأفاكين. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، غني عن مش يكون عنده ولد، مش نبيه ولد، الله سبحانه وتعالى أنت يتحب الولد سواء كان عن طريق الشر ولا غير الشر، وتبه مدد لك باش تظلم اللي ما يلزمش تظلمه ويلزم مال تمشي تاخذ من كل طريق حرام. وهذا المجال وخذنا في الموضوع هذا امير عمر. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات ومن الارض. نرجو هو الذي جعل لكم الليل وهو على ان لله من في السماوات ومن في الارض وما ايوه هو الغني. والغنى يتمظهر هنا في ملكيته للسماوات والأراضي. إن عندكم سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. أعطيوني إيش عندكم برهان في كلامكم إن الله اتخذ ولدا سواء كان اليهود قالوا ولا النصارى
المغضوب عليهم اليوم هو الظالون هم النصارى. قالوا عيسى هو ابن الله وارتجعوا إلى ابن الله وتركوا الإله. اللورد كرياتور مذكورون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم السلطان بهذا. يعني هو اتخذ ولدا. أتقولون الله ما لا تعلمون. ربي الأم يعني تقوموا بشيء وما يزعلونه. قل إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون. مستحيل الكفر الفلاح ولا نجاح. متاع الدنيا قاعدين تقولوا فيه وتهمهم وتكسبوا المال الحرام والذرية الحرام وهالمال بقصد ظلم اللي ما يزوش يكون مظلوم. متاعهم في الدنيا ثم إلينا مرجعوا رغم أنكم اشترجعوا ترجعوا بعد البعث والجمع إلى الحساب. متاعهم في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. أنت كفرت بوحدانية الله الآن في الآخرة مستدفع جزاء كفر بوحدانية الله تدفع الشيء ما كانش على بالك. والسلام على الإسلام تمام الكلام.